السلام عليكم ومرحبا بكم. انا الطبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على حرشه جوج ديال النكهات وبطريقه سهله وسريعه. كنتمنى هاد الوصفه غادي تنال اعجابكم. هذا هو الشكل ديالها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم تابعوا معايا الوصفه. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجو ان شاء الله في هاد الحرشات هادو. عندي هنا نص كيلو ديال السميده الرقيقه كيف كتشوفوا. عندي هنا الملحه تقريبا غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره. نص كاس ديال الزيت. عندي خميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز او خميره فوريه، ملعقه كبيره ديال سكر سنيده او سكر الخشن، كيس ديال خميره الحلوى بيكان باودر فيها 8 غرام. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج الاوليين. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ السميده غادي نضيف لها الزيت. كيف كتشوفوا معايا هنا راه كنحضر الجزء الثاني من التحضيرات ديال رمضان. غادي تلقاو الجزء الاول في صندوق الوصف، وهذا الجزء الثاني غدا ان شاء الله غادي نلوحو لكم. غادي نبسبس هاد الحرشه مزيان. غادي نضيف سكر سنيده معلقه كبيره، خميره الخبز او خميره فوريه معلقه كبيره، ملحه على حسب الذوق حيت هادو غادي يكونوا حريشات مالحين تقريبا واحد المعلقه صغيره، خميره ديال الحلوى فيها 8 غرام، وغادي نحتاج الماء دافي باش غادي نجمع هاد العجينه. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف. صافي كنظن بركة عليها من الماء. دابا غادي نقسم من العجينة على جوج كتشوفوا. دابا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ العجينه ديالي، وحده غادي نسمها بالقزبر ومعدنوس، وحده غادي نسمها بطريفات ديال الزيتون كحل. غادي ندير القزبر ومعدنوس هنا نعجنها مزيان. ممكن ديروا كذلك الزعتر. اولا تنسموها بالفرماج حمر محكوك، اي حاجه متوفره عندكم. انا اختارت هاد جوج الانواع اليوم. ندخل زبور ومعدنوس مزيان في العجينه. ها هي وجدات. الجزء الثاني غادي نقطع فيه طريفات ديال الزيتون. ممكن ديروا حتى الزيتون الا كان عندكم الزيتون كحل مطحون ديروه. انا غادي ندير غير هكا طريفات يكونوا صغار شويه. كتجي زوينه هاد الحرشه وكيف شفتوا معايا راه ساهله دغيا كتوجد، ما كيحتاج لا تخليوها ترتاح لا والو.
مباشره غادي نبداو نطيبو فيها. صافي انا كملت الزيتون، ممكن ديرو في بلاصه الزيت العادي يعني زيت المائده ديرو في بلاصه زيت الزيتون. غادي نعجن دابا الزيتون مع العجينه، انا العجينه مع الزيتون. صافي الا بانت لكم العجينه نشفات بزاف كتزيدوها شويه الماء باش ما تبقاش ناشفه. دابا كيف كتشوفوا هنا الماء اللي درتها كتسخن، غادي ناخذ وحده في هادو، من الافضل ناخذ هذه اللي فيها الربيع باش ما تطلعش ليا الكحوليه فيها. كناخذ شويه ديال السميده رقيقه كنفرشها. وغادي نسرحها بالمدلك، نرش شويه ديال السميده. ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. ممكن تصيبوا كميه كثيره وديروها في المجمد، يعني كنفضل حيت سهله دغيا كتوجد ماشي. غادي ناخذ هذه ديال القزبر معدنوس غادي نديرها بهذا المربع، والاخرى غادي نديرها بهذه الدائره. اختاريتهم صغار شويه ما اختاريتش الحجم الكبير، ثم على حسب الرغبه. غادي نعاود هادي نعجنها. نديرها في الماء اللي تكون سخونه، كنرش شويه ديال الفينو. شفتوا هنا راه غادي نطيب بزاف في مره واحده، يعني ما يحتاجش ما غاديش تاخذ ليا الوقت نهائيا. العافيه تكون مهيله شويه ما ديروهاش مجهده. غادي ناخذ هاد العجينه نعاود نعجنها، الا جاتكم ناشفه كيف صبغ ليا ذكرت غادي تزيدوا فيها شويه الماء. دائما نرش شويه ديال السميده. شوفوا تحمرات من هاد الشيء. صافي هما شي وحده ترا طابو، غادي نحيدهم. ودابا غادي ناخذ العجينه الثانيه تاهي بنفس الطريقه، كنرش شويه ديال السميده.
غادي ناخذ دائره هذه المره نفس الطريقه حتى هي غادي نجمعها. اذا نشفات لكم هذه العجينه كتزيدوها شويه الماء، انا غزت شويه الماء في هذه العجينه هذه باش رجعت لي كيف الاول. دابا كناخذ شويه ديال السميده كندير لها هكا وكنحط عليها وحده باش تغطى بالسميده. غادي نديرها في المقلة تكون سخونة، مرة مرة كنقلبوهم حتى كيطيبو. كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. صافي هي الحرشه ديالنا بعد ما طابت كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. غادي نستفهم في الطبق اللي غادي نقدم فيهم ونرجع معكم. صافي هذا هو الطبق الاخير ديالنا ديال الحرشه كيف كتشوفوا. كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. طلعوا ان شاء الله في وصفه جديده مع فيديو جديد.